هاي يا جماعة، ازيكم؟ أنا النهاردة في مكتبة مصر العامة مع سارة تركي. ازيك يا سارة؟ الحمد لله. ازيك يا سالي، عاملة ايه؟ تمام. احكي لي بقى عن العمل الفني بتاعك اللي مشاركة بيه النهاردة، ووصف لنا بقى وقول لنا مستخدمة خامات ايه وخد منك وقت قد ايه. بصي، هي اللوحة أساسا أنا مقتبساها من فنانة تركية اسمها يوليا وزمير، حاجة زي كده. المهم أنا رسمت اللوحة مقتبساها منها، فأنا لما رسمتها أما حبيت أعمل سيرش على لون الأورنج لقيت إن هو بيتكلم عن متاخد رمز للعنف ضد المرأة، فعجبني إن أنا أحولها لسريالية شوية. إن الأورنج الورد ده هو حاجة حلوة قوي، بس ده بيدل شوية عن العنف للمرأة أيا كان بقى، من المجتمع، من أي حاجة، مش شرط يعني راجل وست والكلام ده كله. فرغم إن ده كله عبارة عن عنف، لكن هي حولته بفكرها لورد وسلام داخلي من جواها، ده يبان في وش البنت، جواها سلام داخلي ومودة، ورغم التشوهات اللي جواها اللي هو انا مدخلاه في اللبس هنا بس. فاللوحه بتاعتي اسمها موده. طب قولي لي، خدتك قد ايه اللوحه دي؟ اللوحه دي انا بدات فيها ووقفتها شويه، بس قولي يعني فرنج اسبوعين. طب قولي لي، ليكي بقى اي حاجه جديده، اعمال، حاجه كده سيكريت عايزه تقوليها لنا، اي حدث جديد هتخشيه يا معرض؟ لا بصي، هو معرض، هو ان شاء الله انا مستنصره معرض ايزيس او بيعلنوا عنه، يعني هبقى فيه لان انا اصلا قدوه معاهم. الحاجات الجديده دلوقتي ببدا بقى ورش للاطفال والحاجات دي بس، ومزايد معارض زي ما انا. يا جماعه الورشه بتاعت ساره لازم تشتركوا فيها، اولادكم هيتبسطوا جدا، عامله شغل عالي عالي ما شاء الله. وهسيب لكم برده اللينك بتاعك، كل اللينكات وكل حاجه، وكمان هعمل لكم شير للفيديو اللي هي عاملاه البروموشن بتاع عشان تتفرجوا عليه. وقولوا لي رايهم في موده لو سمحتوا، وقولوا لها رايكم في العمل بتاعها، وتشتركوا. بقول لكم ايه، ما فيش حاجه، لازم نشترك في الورشه بتاعتها. ويا جماعه لهم يلحقوا الاسعار دي، عشان الاسعار دي هغليها، ده عرض. بس الحقوا الاوفر يا جماعه، ساره بتنبهكم، الحقوا الاوفر. ماشي، احنا النهارده مع ساره في مكتبه مصر العامه. نشكر ساره على الانترفيو الجميل ده، وان شاء الله نشوفها في معارض تانية. في داخل معرض قريب؟ نورانا يا سالي ان شاء الله، ربنا يخليكي. داخل معرض قريب؟ لسه مش عارفه، انتظروا مفاجاه. ساره مش هتقول لكم هي داخله فين، هنتفاجئ بيها في معارض تانية. ميرسي يا ساره. شكرا يا سالي، شكرا.